ده بس واحد ميكرو لتر وهي الورقة بتسحبها لوحدها. كل عمر له حق وانتم مشاهدينا لازم تعطوا كل عمر حقه. The Doctors التلاتة بعد الأخبار على الانتي في. نت جولف عايشين معك. صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. بيقول الفونس دو لامارتي من الاكاديميه الفرنسيه: الاكاديمي اي بلوس كون انستيتيوشن سي اون ابيتود دو لا فرانس. اذا كانت الاكاديميه الفرنسيه اكثر من مؤسسه، اذا هي صارت احدى اهم عادات فرنسا، شو هي اليوم اهميتها ودورها بالمجتمع اللبناني وخاصه بين المثقفين والكتاب اللبنانية؟ اليوم بيشرفني استضيف بفقرة كتاب الأستاذ والكاتب هيام ملاط. أهلا وسهلا فيك في استديوهات الام تي في. نحن عن جد بيشرفنا حضورك معنا. شرف لإلي كمان كون حاضر معكم. ميرسي كتير لوجودك معنا. حضرتك يعني رح نعرف المشاهدين على حضرتك، ولكن بتصور انه شهرتك صارت الثقافية والاجتماعية والقانونية اهم من حتى نحن تقديمنا لحضرتك. الاستاذ هيام ملاط كاتب محامي عالم اجتماعي واستاذ جامعي، اكيد سلمت مناصب عالية بالدولة، من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبعدها رئيسة مجلس إدارة المحفوظات الوطنية. مثلت لبنان بعدد كبير من المؤتمرات الوطنية والدولية، أصدرت أكثر من 20 كتاب باللغة العربية الفرنسية والإنجليزية. بتتناول أكيد مواضيع قانونية اجتماعية وثقافية، كما أنك لديك مقالات كتير بصحف من سنة 1962 لليوم، مثل صحيفة النهار ولوريان لوجور وبعض المجلات كمان اللبنانية. اليوم رح نتحدث عن كتابين اللي هن الأكاديمية فرانسيز إلو ليبان، اللي حضرتك نلت على جائزة الأكاديمية الفرنسية لميداي دو فيرمي سنة 2002، وكمان لا رونكونت دو بيير بنوا إي جورج لوكونت دو الأكاديمية فرانسيز افيك لو ليبان سنة 2008، ونلت كمان جائزة الأكاديمية الفرنسية بيير بنوا. بيهمني وبتصور انه هالكتابين مرجع ثقافي متر ملاط، يعني ليه حبيت واخترت موضوع الاكاديميه الفرنسيه وعلاقتها والكتاب الاكاديميين وعلاقتهم بلبنان؟ شكرا. قبل كل شيء اكيد بدي اتشكرك على هالمقدمه. شكرا. وعلى الام تي في اللي عم تستضيفني اليوم، اللي دائما بنتابعها وبنتمنى لها التوفيق الدايم. شكرا. قلبي بطبيعة الحال هودي مؤلفين باللغة الفرنسية. نعم. على جانب عدة مؤلفات وكتب باللغة العربية بنحكي فيها هلا بعدين إذا بتريدي، لأنه هالمؤلفين اللي نشرتهم بيتكلموا عن أشخاص. نعم. لعبوا دور ثقافي وأدبي مهم جدا في فرنسا وبالنسبة للبنان. صح. يعني إذا بتسمحي لي، في من جهة منطق ثقافي من خلال تعرف الى دور هالاشخاص بالنسبه للبنان بالذات، وفي كمان مسيره سياسيه. نعم. لانه خلال فتره طويله من الزمن، اولا نحن بنعرف انه مجتمعنا كان مجتمع مغلق. صح. ضمن هالسلطنه العثمانيه، ومن خلال رحلات وحضور بعض الاشخاص مميزين من الخارج سنحت لنا الفرصه، اولا انفتاح على الحداثه بكل معطياتها، ومن ثم هالاشخاص بالذات ابتداء من القرن الثامن عشر لغايه القرن العشرين لغايه اليوم. نعم. هن نوع من شهود، شهادتهم مهمه كثير لدور لبنان بمجتمعنا. نعم. اكيد كان بالماضي بالقرن الثامن عشر والتاسع عشر شهادتهم كبيره كثير، لما حد بيقرا اللي كتبوه عن لبنان خلال هالمراحل، ان من الناحيه السياسيه وان من الناحيه الاجتماعيه والاقتصاديه والثقافيه، واللي بمطلق الاحوال
المؤرخين اللبنانيين نعم ما اتطرقوا لإله صح يعني بعض الأحيان بالقرن الثامن عشر نعم في بعض هالأشخاص الأعضاء الأكاديميين الفرنسيين نعم اللي منهم بالمعنى الحقيقي مستشرقين نعم منهم مستشرقين بمعنى اللي بيجي فيه بكرة شفنا بعدين رونان ودينان اللي بيقعدوا فترة طويلة كانوا أدباء أصلا نعم كانوا أدباء بس اتطرقوا بعض الأحيان لتحليل نعم النظام السياسي القائم عام بالقرن الثامن عشر اللي هو الأمارة نعم على توزيع الملكية على توزيع علاقات اقتصادية على نشأة الثقافة بيتعجب واحد انه كيف هالمجتمع نشأ بهالطريقة وانه هالاشخاص انا اهتميت فيهم لانه بشكله شهادة مميزة لنشأة لبنان ابتداء من اواسط القرن السادس عشر. نعم منشوف حضرتك انك بتتكلم بكتابك الاكاديمي فرانسيز إلو ليبان عن اكثر من 47 اكاديمي فرنسي من ابتداء من مونتسكيو نعم اللي بالقرن 16 والثامن عشر لليوم إلين كارير دونكوس اللي هي نعرف انه كاتبة وكمان محللة سياسية وناقدة سياسية من العصر الواحد وعشرين بحب اعرف شو هي علاقة كيف تطورت علاقة هالأدباء الفرنسيين من القرن السابع عشر للقرن الواحد وعشرين؟ سؤالك بمحله فعلا إذا بتريدي بصراحة لموحد بيتابع الكتابات ابتداء من القرن الثامن عشر لغاية اليوم بتلاقي في نوع من النمط واضح فيما يختص بالتأكيد على نموذجية الاختبار اللبناني بالمجتمع الشرق الأوسط وخاصة بالحوض المتوسط بشرقي الحوض المتوسط اللي وصل اللي وصلنا إليه حاليا من نظام سياسي والحريات الموجودة بلبنان اللي بيتميز فيها بالنسبة لجميع الدول الموجودة بالحوض المتوسط وبالتالي في مثل خط مستقيم صح من ناحية التحليل بيتعلق بها الثقافة والحداثة اللي حاولوا قدر الممكن أن يرصدوها وإذا ما رصدوها يتكلم عن بعض الملامح السياسية والثقافية والشمية اللي يتميز بها المجتمع بتلاقي في بعض الصفحات كتبت بهالفترة من عدة أدباء كأنه العبارات موجودة فيهم عبارات حديثة يعني مثلا لامارتي بيحكي عن ما بعد مرة من الشرق بيحكي عن مصر ولبنان بيقول بمصر لقيت صاحب سلطة وبلبنان لقيت شعب حلو. بتلاقي مثلا فوكيه بيتكلم هون كيف الناس بتحمسوا قوي بيعتبروا حالهم انه كل العالم ما انه مهتم غير بلبنان وكيف بعض الاحيان الدول الكبرى ومن خلال هالمؤلفين عبروا على انه قضايا اللبنانية اللي تميز فيها بالقرن التاسع عشر والعشرين بعض الاحيان بيجي وقت الدول بيتعبوا منهم قد ما المشكلة الانسان كبيرة فيه حكما بيلتزموا فيه بيجي وقت بحسوا انه لازم نخلص من شيء وهالأدباء كلهم بيعبروا عن المسلك على مدى الزمان لتطور المجتمع اللبناني وللرؤية الخارجية لها المجتمع بس منشوف هالتغيير اليوم لسوء الحظ به إذا فينا نقول الشعب اللي كان بتحس بده مصلحته وبده مصالحه اليوم بتحس صار في يعني كل واحد بده مصلحته هو مش انه بدهم المصلحة الجماعية يعني في شيء من الفردية بهالمجتمع مهم كتير دايما تميز فيها يعني احنا اللي بنعرف فيه تاريخ لبنان بنعرف انه دايما هالمجتمع في عدة متفرع جدا جدا بس بيبقى الاساس فيه هو حلو. انه وقت الضيق وقت بالمناسبة بتلاقي كل واحد بينتبه على مصالحه كما يلزم وفعلا الانفجارات الكبيرة حصلت بهالمجتمع خلال الثلاث القرنين الماضيين هي قبل كل شيء للضغط القضايا الخارجية على المجتمع قبل كل شيء واللي من خلالها بيحاولوا يحلوا مشاكل من خلال خلق إشكاليات على المجتمع وهذه من الأمور اللي بيستخلصها من كل هالمراسلات والكتب اللي على مدى قرنين من الزمن مزبوط. عدة مراحل صح. لأنه لبنان خلال 200 سنة الماضيين ما في جيل كان مرتاح مزبوط. ابتداء من 200 سنة شو كان فيه بتلاقي واحد بكل هالنصوص مزبوط. أحمد باشا الجزار بعكا بشو كان مريح المنطقة ما كان مريحة أبدا بعد 20 سنة اجت وجود محمد علي باشا ومن ثم بعد 10 سنين طرح قضية شرق الأوسط إلى آخره كل جيل إجي مشاكله يعني وهيدي سنة تطور وهيدي فعلا إبداع وعبقرية اللبناني يقدر يتجاوز
القضايا ويحافظ على هويته على الأساس. نعم. بمراحل اللي في كثير دول ومجتمعات فعلا حضرة. أو محلت أو ضعفت أو لم تتمكن من صح. تطوير قدراتها. صح مزبوط. بكل فصل من الكتاب يعني على لأنه في مقسم كل فصل لكاتب بتكتب بالأول أكيد سيرته الذاتية نعرف نعم. مين وبأي نعم بأكيد ب يعني بتلخيص لألون نعم. وبعدين بتحكي مزبوط عن علاقته مع لبنان ها. اكيد من خلال كتاباته نعم. ومخطوطاته نعم. بقى مين يعني مين منهم هال 47 فينا نقول انه اكثر شيء اجى زقلا في منهم ما ظهروا لبنان في منهم التقيوا بلبنانيين او حكيوا عنه في كم واحد في كم واحد اجوا على لبنان لما كثير اجوا على لبنان نعم في كم واحد ما اجوا على لبنان تكلموا على لبنان مثلا نعم. فرانسوا مورياق كتب صفحات كثير حلوه عن لبنان كيف يعني انا هذا بدي اتكلم عن لبنان الاول لانه كان له علاقه صح. مع خوري كان هو يتعرف عنده نعم. كان أصله لبناني نعم ويتعرف على لبنان نعم. نعم نعم وكتب مقدمة وصفحات كثير حلوة عن لبنان بمراحل بالإسواد نعم. وشو بيميزهم يعني أنا بهمنا إيه بهمنا بيجي إجوا على لبنان اللي هو بنعرف شو دور مونتسكيو بالتفكير السياسي اللي هو على الأساس النظام السياسي الأمريكاني في نهاية الأمر مونتسكيو كيف التقى مع السمعاني بروما هلا كل واحد حكي شوي عن موضوع بهمه ما فهموا كثير بركي على بعضهم بس التقوا وهذه كلها في كم واحد بصراحة حبيت حطهم وضعهم بالكتاب لأنه بشكله ميزة نعم. إنه طرقوا على لبنان بطريقة أو بأخرى ما أجوا ما إيه بس قليل نعم. الباقيين كلهم أجوا على لبنان ما في شك أجوا منهم أجوا منهم على أساس بعض الأحيان يعملوا ريبورتاجات نعم. مثل ريني بازان أجا على لبنان لأنه أجا الإمبراطور ألمانيا اليوم الثاني نعم. ب1992 أجا زار السلطنة العثمانية وأجا على بيروت وإجا كمراسل صحافي للفيجارو كتب صفحات حلوة عن لبنان شو كان يعني يشدهم على بصراحة لبنان. أولا في نوع من هالشرق الشرق إجا وقت خاصة بالقرن 18 بدايته وأواصل القرن 19 صار خلق نوع من جاذبية الشرق لأنه في ميزات في طريقة عيش في حلم في حلم بعض الأحيان شرق شكل شغل كتير كبير للغرب في فترات طويلة من الزمن في نوع حلم انه لهون وخاصة لهالبعض الأدباء الكبار نعم. اللي اعتبروا انه هيدي قيمة مضافة لتأليفهم نعم لشهادتهم بمجتمعهم نعم. ولهالسبب زاروا الشرق نعم. زاروا الشرق عدة دول بالشرق احيانا نادرة ما يجوا على لبنان بس اكيد